السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هند أحمد من نوت زون أكاديمي. إن شاء الله النهاردة هنبتدي أول درس من دروس الداينامكس. الداينامكس هي بصراحة من أجمل الحاجات اللي الواحد ممكن يتبسط بيها وهو بيشتغل في السينما 4D. مبدئيا إيه هي الداينامكس؟ علشان نفهم بشكل أوضح إيه هي الداينامكس، امسح ده كله بس الاول. الداينامكس بمعنى اصح هو فعل ورد فعل، مش الانيميشن العادي، تمام؟ مش الانيميشن اللي بيتعمل بالكي فريمز. طيب هو بيتعمل ازاي؟ نتخيل مثلا لو احنا عندنا كوره، تمام، كوره بالشكل ده، دي مثلا كوره عندنا، والكرة دي انا مسكتها كده ووقعتها على الارض. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الكرة دي هتفضل ترتطم بالارض وتعمل ليها باونس كده شوية لحد ايه ما تثبت على الارض. هو ده الداينامكس، فعل ورد فعل، تمام. طيب انا عندي كده السفير، تمام، وعندي كمان الفلور اللي هي ايه الارضية بتاعتي، اللي هو التطبيق اللي انا قلته دلوقتي، تمام. عندي الفعل اللي هو جاي منين؟ من السفير، الكرة بتاعتنا، والفلور هي الثابتة، تمام. طيب علشان ابتدي اشتغل داينامكس لازم اتعامل مع تاجز. التاجز دي اسمها سيميوليشن تاجز، تمام. السيميوليشن تاجز هي اللي بستخدمها علشان اعمل اي داينامك، تمام. في منها طبعا هنا انواع كتير، بس اكتر انواع احنا هنستخدمها هي الريجيد بودي والكولايدر بودي، جميل. طيب السفير هي ايه؟ الشكل او الاوبجكت المتحرك عندنا. الاوبجكت المتحرك انا بستخدم ليه الريجيد بودي، جميل. لو كده جيت دوست بلاي، ايه اللي حصل؟ تلقائي عملت حركة لتحت بالشكل ده. طيب هي الحركة دي جات بناء على ايه؟ لو جينا كده دوسنا كنترول دي وجينا هنا لإعدادات البروجكت بتاعنا وجينا عند التاب بتاع الداينامكس، هنلاقي هنا الجرافيتي بألف. يعني ايه؟ عندي الجاذبية هنا بألف، فطبيعي لما يكون في جاذبية تلقائي اي شكل او اي اوبجكت لو انت كده مسكته علقته في الهواء مش هيفضل طبعا متعلق، طبعا تلقائي بفعل الجاذبية هيبتدي يقع، جميل. ده كده التاج بتاع اي اوبجكت متحرك اللي هو ريجيد بودي. طيب الفلور، الفلور ايه؟ هي عبارة عن جسم ثابت. طيب هحط لها ايه؟ هاجي هنا من تاجز وسيميوليشن تاجز واختار الكولايدر بودي، تمام. كولايدر بودي اللي هو بستخدمه للاشكال الثابته. لو جيت هنا ودوست بلاي، ايه اللي حصل عندي؟ نعمل تاني، نرجع كده ونعمل تاني نفس الحركة اللي انا قلت لكم عليها. الكرة نزلت، تمام، هتقع على الارض، هتبتدي ترتطم شوية بسيطة لحد ما تثبت على الارض. دي كده الداينامكس بشكل عام وبشكل مختصر، هي فعل ورد فعل. رد فعل بتاعنا هي هنا كان عملية الارتطام على الأرض. طيب جميل كده، تعالوا بقى نشوف البروجكت بتاعنا اللي احنا هنعمله دلوقتي. هو حاجة سيمبل، وبصراحة برغم ان هي سيمبل لكن انا شايفة ان هي شكلها جميل جدا. مجموعة من الأشكال زي احنا ما شايفين، كيوبس وفي دوائر وفي الشكل ده وسفيرز بتنزل في ممكن نقول الصندوق ده مثلا، وبعد كده بفعل بقى مثلا الديناميك ان هي مثلا زادت قوي هنا او خلاص كفت الشكل او الصندوق بتاعي بيبتدي بقى ايه تيجي على الارض. وغير كده كمان بينزل عندنا هنا كرة برضو بالشكل ده. طيب تعالوا نبتدي في
البروجكت ده. اول حاجه هنعمل الصندوق اللي كان هنا، هنستخدم السلندر، ادوس اتش علشان اشوف، واجي هنا اخلي الطول قصير شويه مثلا 75، واخليه جراد شيدنج علشان بس اشوف الشكل عندي، اخليه ايديتابل علشان انا دلوقتي عاوزه اخليه فاضي من جوه. هاجي هنا واروح محدده السطح كده من فوق او الفيس اللي فوق ده، كليك يمين وهقول له اكسترود انر، اعمل كده اكسترود انر، وكليك يمين تاني واعمل اكسترود، طبعا اكسترود اللي جوه كده بالشكل ده. اعتقد كده كافي جدا، كده كفايه جدا لحد كده، جميل قوي. طيب ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن نحط كمان بيفل ديفورمر، تمام. وبصراحه انا مش حابه ان المود بتاعه يكون تشانفر، انا حابه يكون سوليد، يعني ده شكله احلى. ممكن ازود، لا كفايه كده في الاوفست 3، معقول جدا، جميل. طيب ممكن احط كمان سب ديفيجن سيرفس، طبعا هتظبط الدنيا. ونرجع تاني للجرات شيدنج علشان الدنيا تبقى تقيله. كنت عايزه اقول لكم ان انا في ريندر سيتنج خليت حجم البروجكت بتاعي 800 × 600 علشان يعني يكون خفيف نوعا ما. طيب كده جميل، انا كده عملت الاوبجكت بتاعي الرئيسي اللي هو الصندوق. بعد كده عاوز اعمل مجموعة الاشكال اللي كانت فوق دي، هعملها عن طريق طبعا الكلونر، بس هبتدي ايه، اجيب الاشكال دي الاول. اول حاجة الكيوب، تمام، ده كده الكيوب اول حاجة. بعد كده هجيب سفير، سفير دي كبيرة جدا، لو خليتها بستة تمام كده السفير. في كمان ممكن نجيب الشكل ده، انا بحبه جدا، ممكن اقلل من هنا على طول لو عملت 10، جميل قوي قوي. في ايه كمان ممكن اجيبه اللي هو الشكل، مش البيراميد، لا الكون، الكون برضو حلو قوي، خليت كده 6، خليت ده مثلا 10 بالهايت، بعتقد انه شكله كده مناسب. تمام كده احنا عملنا 4 اوبجكت. نيجي بقى عند الموجراف واقول له كلونر، واحطه جوه الكلونر. لحد الان ما استخدمتش اي دايناميك خالص، ما عملتش اي تاكس. هاجي عند الكلونر واظبط الشكل بحيث ان هو يكون على قد الجزء ده. اولا طبعا لازم هيكون جريد اري، تمام، ممكن ازود اخلي ده 5 واخلي ده برضو 5. طبعا الميتين هنا كمساحة او مسافة كتير، ممكن اخليها 50 × 50. طبعا الطول بقى، الكاونت في الطول طبعا هيكون كتير، ممكن اخلي الطول مثلا وليكن 30، حلو قوي كده. وهنا الميتين دي اللي هي المسافة، طبعا لو خليناها كده، نرجع 50، لو خليناها مثلا وليكن 400، حلو قوي 400، تمام. بس ده يطلع كده فوق شوية كمان، حبة كده بسيطة، ايوه كده جميل. بعد كده عاوزين نعمل فلور، نيجي هنا نعمل فلور، طبعا علشان تبقى مظبوطة هدخل على الفرونت فيو، هاجي هنا ادي الفلور بتاعتي، و
المفروض طبعا تبقى تحت البوكس بتاعي بالظبط. كده انا صممت الفلور، عملت الفلور والكلونر بتاعي و كمان البوكس. فاضل كده ايه؟ فاضل ان احنا نعمل التاجز بتاعتنا. طيب اول حاجة عندي، اول اوبجكت بتاعي هنعمل له تاج هو الكلونر. هاجي من تاجز اقول له سيميوليشن تاج واقول له ريجيد بودي، تمام. هاجي هنا لو دوست بلاي، طبعا انا عامله حاجه غلط او مش عامله حاجه غلط، انا لسه ما عملتهاش اساسا، اللي هو الفلور المفروض اخليها. اجي هنا على سيميوليشن تاج واقول له كولايدر بادي. نيجي نشوف كده، شايفين؟ طيب هو عمل الحركه بس مش لكل جزء، عمله ككلونر ككل، يعني هو اعتبر الكلونر اوبجكت، تمام. بس انا عاوزه الحركة دي تكون لكله، لكل جزء ايه جوه كلونر. هاجي عند ريجيد بودي، تمام، وادخل هنا عند الكوليجن، تمام، وعند individual element واقول له all، معناها ان انا عاوزة كل جزء فيه يبقى يتأثر بالديناميك ده، تمام. لو دوست كده بلاي، تمام، هو عمل الحركة صح، بس مازلنا برضو ايه محتاجين تاج للبوكس بتاعنا. ليه؟ ان هو بيطلع يعتبر من ايه كأنه طالع من تحت البوكس كده، وده مش صح يعني، تمام، مش هي دي الحركة اللي احنا عاوزينها. هنيجي يعني عند السب ديفيجن سيرفاس او السلندر، نيجي عند السب ديفيجن سيرفاس وندي لها برضو تاج له سيميوليشن، واقول له مثلا المفروض ان دي ايه، ده ثابت، دي برضو البوكس ده ثابت، اقول له كولايدر ونشوف كده. انتوا ملاحظين حاجة؟ هو عمل الحركة جميل بس ما عملهاش صح، مفيش ولا اوبجكت من دول دخل جوه البوكس بتاعنا، وانا عاوزاه ايه بالعكس، انا عايزاهم يدخلوا بعد كده لما يزيدوا قوي، يعني هيكتروا لحد ما يكفي البوكس، هيبتدي بقى ايه يقعوا، يعني طبعا هما دول اكتر من حجم البوكس فيبتدوا بقى يقعوا، هو ده الشكل الطبيعي، تمام. لكن واضح ان هو مش شايف هنا ايه الفراغ او الجزء الفارغ هنا، تمام، هو معتبره كأنه فلور زي فلور كده علشان انا حاطه له كولايدر. طيب ايه الحل هنا؟ انا همسح هنا الكولايدر